عن لي بس مش سامعين بسميها. الكلام يا جماعة؟ النيابة بتعمل حاجة اسمها تقرير بقى، وتقول ايه ده لو انا ما طعنتش، ولو طعنت برضو النيابة بتقول تعمل تقرير. فلسه في جولة، في جولة لو جولة طويلة ممتدة، وفي جولة الاول في 9 مارس، في جولة اللي هي الحكم، اللي هي الحكم بعد الحكم في 9 مارس، في جولتين، في جولة، لا في جولتين، ولو سلموا نفسهم لا هيبدأوا لسه الحكم الاول. الحضور يا حاجة يرجع للنقض، انما الغياب ده ما يرجعش للنقض، يعمل عدد هيرجع عدد محققين. ده 6 منهم برضه مش قليلين. ايوه فندم. وبعدين بعد كده في لسه النقض. ايوه. والنقض قد ينقض فنرجع تاني من الاول تاني ومن ثم يعني في برضه منافذ للامل، يعني لا يمكن التعامل مع الموضوع. وكمان في منافذ للتمهل في التعبير عن الفرحه عند الالتراس. لسه مفيش احكام انا قلت كده قاطعه نهائيه حاسمه في اي حاجه. انا بص حضرتك، انا طبعا انا عشت مع الاهالي القتلى او الشهداء الفتره اللي فاتت دي كلها، خاطبوا حاليهم. وانا قادر اتخيل القدر الكمد اللي عندهم طبعا. فرد الفعل الاولاني ده رد فعل طبيعي. واحنا لما بكون في قضايا مثلا يصدر حكم بالاعدام تلاقي ناس بتزغرق وناس بتصور، ده برضه رد فعل انساني طبيعي. الحقيقه احنا الاعلام يعني برضه ارتكب فحشا، لانه كانت على قد القاعات يعني، انما مش على الهواء مباشره نقدم ونعمل. فنؤجج مشاعر تمام. لا ده بقى التأجيج صناعه دلوقتي يعني وهدف. فنقول بقى انه رد الفعل بتاع الام والاب المكلوم ده انساني وطبيعي طبعا جدا، بس بعد كده المفروض بقى النخبه والناس اللي تقول يا جماعه الاقتصاد في التعبير، انت من حقك ترضى ومن حق الاخر يسخط ويأمن. ويأمن. خلاص. وبالتالي التعبير عن رضاك يبقى بالمعقول، وبرضه الساخط التعبير عن سخطه يبقى بالمعقول وبالقنوات الشرعيه، لانه مصر دلوقتي هي اللي على المحك. مصر هي التي على السؤال الاخير يا استاذ رجائي، هل بتعتقد انه اداره البلاد وهي في يد دكتور محمد مرسي وبالاداء اللي بيعملوه ده، هل تعتقد ان دخول انتخابات برلمانيه قادمه معده من قبل قانون انتخابات فصل والف ورقع بهواهم ومزاجهم، هل الدخول في مثل هذه المسرحية يعني أمر يستوجب أن احنا نطلق على اللي يخشوها منتحرين سياسيا؟ لا ده بي 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 بينتحروا بمصر. بمصر. تمام. ليه بقى حضرتك؟ أولا القانون بتاع مباشرة الحقوق السياسية قانون غير دستوري. الأول كده. ده هو المفروض يعني أرسل إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه. أنا فاهم. المحكمة الدستورية العليا ربنا يكون في عونها. طيب معلش ممكن بين قوسين اسال فيما يخص ده، المحكمة الدستورية العليا معروض عليها شرعية مجلس الشورى نفسه. أيوة. ومعروض عليها قانون محال من مجلس الشورى. ما انا قلت الله يكون في عونها. اشوف انا المنطق الضمير القانوني القضائي يقول اشوف الاصل ولا الفرع الاول. مش لما ابت في الاصل وقد انتهي الى شرعيته ابت في الفرع. عشان كده انا قلت الله يكون في عونهم. الله يكون في عونهم ده بالمعنى الاخلاقي الكريم، لا لكن بالمعنى القانوني بقى لا لا. مش في الزام بده لا ولا لا ولا دي لا مش قاعده لا قانونيه لا ولا دي متروكه؟ ما فيش ما يمنعه ان هو وهو يقرا المبادئ الدستوريه ان مش بس اصل مش مجلس الشورى بس الدستور 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 قبل ما هنخش على مجلس الشورى الاول الدستور، لانه العيوب الدستوريه هو منظور له الدستور في حاجه؟ ما انا جاي لحضرتك. انا جاي لحضرتك. اتفضل يا فندم. مفاجاتك القانونيه النهارده كتير قوي يا استاذ رجائي. بس عشان الناس تفهمها برضه. القانون ده طالع الاول بناء على الدستور. الدستور اللي انا بقوله انه مزيف يعني مزيف ومزيف. خلاص. ومن ضمن التزييف اللي فيه ده اشترط مخالفتين دستوريتين. واحدة خاصة بمبدأ المساواة في نظام القوائم الحزبية المغلقة والفردي اللي هي نص عليها في المادة 231، والمخالفة الثانية في العزل السياسي خلافا للمبادئ الدستورية العلوية الفوقية، ان واحد مبدأ مساواة، اثنين لا رجعية على الماضي، ثلاثة لا عقوبة الا 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 بحكم قضائي. الا بحكم قضائي. خلاص. دي مخالفة للمبادئ الدستورية في 231 و232. قانون مباشرة الحقوق السياسية طالع بناء ومعتنق نفس هذه المخالفات الدستورية.
يمكن انت تيجي تقول طيب ما انا ازاي هطعن على النص في الدستور بانه غير دستوري، مع انه في وجهه نظر تقول. وعلى فكره احد كبار الاخوان المسلمين في السالف كان المستشار كمال الدين وصف، وده توفي الى رحمه الله، كان عامل بحث انا قريته في نشر في مجله المحاماه وفي غيرها عن انه فيه في الدساتير حاجه اسمها القواعد البرنامجيه العليا للمبادئ العلويه التي لا يجوز مخالفتها. يعني لما تيجي تقول في اول الدستور المساواه، لو جيت في الاخر وفي نص خالفت مبدا المساواه، ايوه، يبقى ده مخالف للمبدا العلوي ده. لو قلت مثلا لا عقوبه الا بحكم قضائي وخالفته في الاخر، برضه انت خالفت المبدا الدستور. انت في جوه الدستور نفسه في عدم قابليه القضاء للعزل. طب انت عزلت قضيه تهاني جبل، عزلتها خالص وديتها بره، خلاص يبقى ده مخالفه دستوريه. اذا كنت انت يعني عندنا دستور تاكل مواده بعضها بعضا راي كمال وصفي وكان من الاخوان المسلمين انه الممكن الطعن على النص بعدم الدستوريه لمخالفته المبادئ الدستوريه العليا. ادي واحد مش طعن برضه كويس. لا في ناس طعنت. اثنين، هنفترض هنعدي دي. اذا كنت انت ممنوع انك انت تطعن على نص دستوري بعدم الدستوريه، فانت من حقك تطعن على القانون اللي صدر عنه. ايوه، القانون ده بقى قانون. فهتقول ده يخالف مبدا الايه المساواه، وموجود في الدستور برضه. خلي بالك يعني الماده اللي فوق بس، الماده اللي فوق مش اللي تحت. فبالتالي انت اول حاجه هتبحثها كمحكمه دستوريه عليا الايه المخالفات الدستوريه. الحاجه الثانيه بقى في ضمنها المجلس الذي اصدره، هل المجلس ده له المشروعيه ولا لا؟ هل المشروعيه يمكن ان يستمدها بالاعلان الدستوري العفوي اللي بالعافيه يعني بالعافيه بقوه بالجبر اللي طلع في 21 نوفمبر انه ده باقي ولا يجوز حله، وانك انت كمان كمحكمه دستوريه اتحصرت ومنعت منعا من ان تصدر حكمك؟ هل اللي طالع عن مجلس الشورى ده مشروع ولا غير مشروع؟ دي احد ده الايه الشطر الاول المحكمه الدستوريه. طبعا بس لسه بقى لسه الشطر الثاني بقى، وبعدين انا ده الثاني. المحكمه اللي انت اللي معروض عليها هذا الامر هي لسه في تكاتيك اللي حصل لها. في تكاتيك يعني، هي بقى لها من يونيو. من قبل يونيو على فكره، حرب ضروري. بتتعرض لحرب. اخر بقى المشهد 2/12 والحصار، وبعدين فك المحكمه واللي حصل لها برضه بنص ايه متدستر. وتضمن عزل قاضيه او عزل قضاه خلافا لمبدا عدم قابليه القضاه للعزل، وده موجود برضه في ذات الدستور اللي طلع. كل ده معروض على المحكمه. المعروض على المحكمه هل في ظروف طبيعيه ولا في ظروف غير طبيعيه؟ لا، في ظروف غير طبيعيه. وانا ما اقدرش اسقط من الاعتبار ان القاضي بشر، وانا مش مفروض ان انا احكم وانا خايف. ما تقوليش ما اخافش، لا انا لازم اخاف. الخوف ده غريزه طبيعيه في الانسان، الذي ينكره يبقى كذاب. الخوف موجود، فانت بتخلي القاضي ده يحكم وهو خائف، وبتطلبه انه يبقى فدائي. مش كل الناس قادره انها تبقى فدائيه. وبعدين انت بقى تقول احترام احكام القضاء، ما انا ما احترمتش احكام القضاء، وانا حاطط المحكمه الدستوريه تحت ضغط. طيب يبقى عشان كده انا قلت لحضرتك ان مختصر القول الله يكون في عونها. ومع ذلك افرض حضرتك المحكمه الدستوريه العليا تحت الظروف وافقت على المشروع ده، هيمنعني انا كمواطن مصري، مش انا رجاء عطيه يعني عمرو حمزاوي خايف يتعزل خلاص، انه يرفع دعوه يرفع دعوه وهيطعن بعدم الدستوريه. لما هيروح الدستوريه ترى هتقول ايه؟ قصة طويلة خالص ونضال طويل خالص. أساسه بقى حضرتك نضال قانوني. أنا يعني عشان أحط لحضرتك بقى الإيه البهريز، مصر في ناس بتقودها الثورة. معلش خلينا أبقى صريح، في ناس بتقود مصر لثورة. الحل البديل اللي أنا أفهمه كرجل قانون أن الصراع المشروع صراع قانوني. ليه؟ لانه نحن نعيش مرحله لا احترام فيها لا للقانون ولا للمبادئ الدستوريه. وانه الكلام ده يتلخص في كلمه واحده، النهارده ليه بكره. في قوانين صدرت من 60 سنه
بتعاد النهاردة الأوضاع اللي فيها، وبالتالي التراكيب الطوابق اللي اتحط طابق فوق طابق فوق طابق وكله ببطلانات هيأتي لحظة من زمان يتهد كل ده، يتهد كل ده، وبالتالي المراكز اللي هتبقى اتعملت هتبقى كلها مراكز باطلة باطلة، واحنا بالتالي بنعرض مصر لانهيار والبطلان. لا مصر فعلا باطلة انهيار. خلينا جواز فؤاد بن عتريف. اشكرك جدا استاذ جرى عطيه، استاذ رجاء عطيه المحامي الكبير والمفكر المرموق، اشكرك جدا على هذا الحوار. بعد الفاصل اتصور اننا اذا مفاجآت تظهر ما يبطنه الاخوان، بعد الفاصل.